انتقل فضيلة الدكتور إلى رسالة لأحد الإخوة يقول فيها: أرجو من فضيلتكم أن تفيدوا، هل الإنسان في الرزق والعمل الدنيوي مسير أو مخير؟ وهل الرزق مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان؟ أرجو إفادتي بالآيات والأحاديث، لأن الشيطان دائما يتسلط علي، يجعلني أقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، وأنا أعلم تماما أن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، الواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يترك هذه الوساوس، ولا يبحث في أمور القدر، وإنما الواجب أن يبحث في أمور دينه، وأن يتعلم أحكام دينه التي هو بحاجة إليها، وكذلك أحكام معاملاته وما يحتاج إليه في حياته وفي آخرته. هذا هو الواجب على الإنسان. أما البحث في الأمور التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، وأعظم ذلك القدر وأمور الغيب لا يبحث الإنسان فيها، وإنما يؤمن بها على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، يؤمن بها ويعتقد أن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، من خير أو شر، سعادة أو شقاوة، أو كفر أو إيمان، أو غنى أو فقر، أو صحة أو مرض، أو طول عمر أو قصر عمر، أو غير ذلك، كله بقضاء الله وقدره. أما قضية أن الرزق هل هو مسير أو مخير، الله أمر بطلب الرزق، الله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. السفر والحركة لطلب الرزق مما أمر الله سبحانه وتعالى، ومما يثاب عليه الإنسان مع النية الصالحة، ولا يجوز للإنسان أن يعطل الأسباب ويقول إذا كان الله قدر لي شيئا فسيأتي، لأن الأرزاق إنما تأتي على أسباب، إذا فعلها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قد يرتب عليها نتائجها وتحصل مسبباتها، أما بدون سبب فلن يحصل الإنسان على شيء، لأنه لم يبذل السبب الذي أمر به. نعم، إذن كما تفضل دكتور صالح، فمسائل القضاء والقدر بسطها أصحاب الفضيلة العلماء في كتب متخصصة لا يتسع الوقت لبسطها من قبل فضيلته في هذه الحلقة، ننتقل بعد هذا. مع أنني أوصي بأن الإنسان لا يفتح على نفسه هذه التساؤلات. نعم.